في بقى شوية كنا اتكلمنا قبل كده على كلمات ممكن الراجل بيفهمها غلط من زوجته، وقلنا ان التكوين الذهني للراجل غير الست، واتكلمنا عن اسئلة بتغضب الزوجين في حلقة من الحلقات قبل كده. النهاردة واحنا بندور لقينا ان لسه عندنا جوه، على رأيك هو عنده جوه عندنا جوه لسه في كلمات تانية بس الست بتقولها وبتتفهم غلط من الراجل، خاصة انه زي ما قلنا التفكير مختلف. يعني ممكن الست تبقى قصدها حاجة وهو هيفهم حاجة تانية، أو هي بتقول حاجة وهي قصدها بيها حاجة تانية. زي إيه؟ زي إيه يا أستاذة منى؟ زي إيه؟ زي مثلا لا أنا مش غضبانة. أنت زعلانة؟ لا مش زعلانة، بس هي تقصد بيها حاجة، هي عايزة تعمل خناقة. بس بتتعمل إزاي أنا مش زعلانة؟ أعمليها كده؟ مش زعلانة. لا طيب ده منظر واحدة مش زعلانة. كنت قاعدة معانا ولا إيه؟ وبحاجب. أنت كنت معانا؟ طبعا دي بتبقى شايلة جواها وعايزة تتكلم وعايزة تفتح مواضيع، فالراجل يعني تفتكر إن هو ما بيفهمهاش؟ هو فاهم بيستعبط. هو ما بيفهمهاش صح؟ لا بيفهمها بس ايوه بالظبط، بيعمل نفسه مش واخد باله. بصوا يعني عدي يا ليلى، انا عجبني قوي رقم 7، مفيش اظن واحده من الستات المتجوزات كلهم ما عملتهاش. هو ايه؟ انا خارج يا حبيبتي. طيب يا رب تقضي وقت لطيف مع اصحابك. طبعا هي لو عايزه يعني لو الحقيقه والواقع اللي ورا الجمله دي، ما تقعد معانا، انت خارج ليه؟ هو كل يوم خروج؟ طبعا الجمله دي الرجاله ما اعرفش بقى بيفهموها برده وبيعملوا نفسهم يعني مش فاهمين ولا ايه؟ لا هو اتبسط مع اصحابك يعني؟ اه انجوي يا حبيبي. يبقوا فاهمين ان هي مش مبسوطه؟ إن هي على راي ايمان ايه؟ يعني مفرطه فيه ولا بتقول ايه؟ اه مسامحه فيه. مسامحه فيه. مسامحه. يلا انجوي يا حبيبي مع اصحابك، يلا اخرج. هو ما بيصدق ياخد الكلمه من على بقها، ما انت قلتي انجوي. هو حتى لو عارف انت قلتي انجوي. تعرفي بقى ان الجمله دي بتطلع بمنظرين؟ يعني هو نازل انبسط مع اصحابك. اول ما يرجع انبسطت مع اصحابك. بالظبط. ده مش هو بس هي غيرت الفعل من ماضي من مضارع بس كده، بس هي نفس الجمله نفس المعنى ونفس الاحساس ونفس الاحساس. وهتشوف بقى ايه ساعات بيضة لما ترجع من الخروجه. طب هو الراجل يعني مش من حقه يقعد مع اصحابه يعني؟ المفروض. بصي انا هنا يعني هيعمل ايه؟ طب ما يقعد يرجع لها ويقعد مع اصحابه شويه محترمين ويرجع. هو يعمل الوزنه، هو يعمل الوزنه برضه، يعمل التوازن. صاحب اللي ساحب ده صاحب كويس ولا ايه؟ صاحبه ايه يعني؟ يا جماعه هو انا مش قلت غير، مش قلت قبل كده من هذا الموقع وقلت صاحبي جوزك خليك انت صاحبه، صاحبته وقت اللزوم وصاحبه وقت اللزوم، يستغنى بيكي عن قعده القهوه ويستغنى بيكي عن صحابه والدنيا واللي فيها. شوفي ايه الحاجات اللي هو بيحبها، يعني شاركوا بعض في الانشطه وفي الحاجات اللي انتوا بتحبوها. وبعدين في موضوع تاني بقى، في جمل الست بتقولها عايزه تسمع عكسها، زي مثلا هو انا في حاجه غلط؟ عايزاه يقول لها انت فله. اعرف واحده هو انا تخينه؟ جوزها الثاني شايف خايف في حاجه غلط دي، قالت لجوزها هو انا في حاجه غلط؟ لا حاجه واحده يا نهار اسود. اه 6 اشهر قاعده عند مامتها مش عايزه ترجع البيت. شوفي الرد. لا ما هو برده شوفي الرد يستاهل بصراحه. لا هو قاصد طبعا. طبعا قصد. بهزر. حد يعمل كده؟ لا البهزر قعدت 6 اشهر. لا بهزر ايه وبتاع ايه؟ هو كم من الجرائم ترتكب تحت مسمى بهزر؟ والنيه ما بتبقاش حلوه. زي فكره زي ما بقول كده، في جمل الست بتقولها هي عايزه تسمع عكسها. هي كلبزت شويه فراحت تقول له هو انا تخينه؟ عايزه تسمع منه ايه؟ لا ده انت هايله، بس يعني لو كم كيلو كده بس عشان الفستان الجديد اللي انا هجيبه لك، او لو كم كيلو كده بس عشان صحتك، او انت انا احبك في كل شكل وكل طريقه، بس يعني لو شويه كده مش اتخنتي في وشها كده، ما ينفعش تعمل كده. او مثلا انا في حاجه غلط؟ طب لون شعري ايه رايك؟ اه جميل حلو قوي، بس التاني كان عليك احلى. يعني برضو هي عايزه تسمع انه انا تمام، بس بالطريقه، حتى لو عندك تحفظ قولها بالطريقه، دوق كلامك الاول قبل ما تقوله، ما تخبطش الكلام. صحيح. الحاجه كمان لما يقول لها تحبي تروحي فين تقول له ممكن نروح اي مكان، تحذفها له كده اي مكان. ليه؟ لانك انت عارف انا عايزه اروح فين، وعارف ان انا بقالي شويه عايزه اروح مثلا السينما او في فيلم جديد، او عايزه اروح المسرح، او قلت لك ان انا عايزه ازور جدتي او خالتي التعبانه مثلا مريضه ولا حاجه، فيعني نروح فين؟ نروح اي مكان. هو ده الوش اللي بتعمل ده، دي حاجات بتعمل مشاكل. انا شايفه ان هي تبقى ستريت فورورد، تقول له انا قلت لك من فتره ان انا نفسي اعمل كذا وكذا وكذا، يا ريت تكون على اولى اولوياتنا، لكن اي مكان. طب هو لازم خلاص شكرا على رايهم، هيكبر مش هيكمل. ما تخليكي إيه؟ واضحه وصريحه وخلاص. زي هنا برضو من اكتر واشهر الجمل اللي بتتقال على لسان يعني الست او الراجل احيانا في العلاقات سواء الجواز او الخطوبه، محتاجين نتكلم مع بعض. طبعا على طول حضرتك لازم تتوقع ان في خناقه، يعني هي ايه اول ما تقول لك عاوزين نتكلم دي او لازم نقعد مع بعض نتكلم، تاكد الموضوع مش هيكون على مناقشه العفش والديكور الشقه.
خالص، هو في خناقه وكل ما هتاخر الخناقه كل ما الخناقه هتكبر. فاه بتقولها كده، قولها تعالي اتفضلي واسمع يعني الحوار مهم، واعتذر وبعدين هو اعتذر الاول احتياطي يعني، لا هو عشان ما تحسش ان هو بياخدها على قد عقلها، اسمع او يدخل بكلمتين حلوين فهي تهبط. لا انا اسف، واي وجهه نظر عندك بعد كده قولها لها بعدين. وانت كمان نفس الشيء على فكره عشان ما بقاش ظالمين يعني، برضو لما يكون جالك كده داخل عليكي انا عاوز اتكلم معاكي وفي حاجه، اسمعي طبطبي اعتذري وتناقشي بعدين. لازم تلاقي الوقت الجودة الوقت ان شاء الله ربع ساعة بس الحوار جيد في تركيز، ما فيهوش تليفونات ما فيهوش تلفزيونات، ونبقى قاعدين بنسمع بعض. هو بصي على حسب الجملة اتقالت ازاي صراحة، يعني عاوزة اتكلم معاك في حاجب كده بيترفع هنا، انت داخل لابس في الحيطة، سامي الله بقى خد نفس عميق وخش داخلة حلوة، شكلك حلو انت خسة على فكرة فهي اي حاجه في دماغها بقى ناويه تنكد خلاص، هي نسيت الموضوع اساسا. بجد والله الكيكه اللي كنت عاملاها عبقريه، طب اجيب لك تاني؟ فهتبص تلاقي الموضوع راح في حته تانية. خليك ذكي، وبرده انت في نفس الوقت يعني هو مش بينجم يعني، ما عندوش بلوره سحريه هيعرف منها ايه اللي في مكنونه ذاتك وضميرك يعني. خليكي دغري طول الوقت، عاوزه حاجه انا عاوزه كذا، في حاجه انا عاوزه كذا، وممكن تلاقيها داخله كلمه لذيذه قوي، عاوزه اتكلم معاك كلمتين، بص الدخله فرقت. بص هو هيطمن الراجل مش فاضي يهمني. جيت اتكلم مع راجل وانا قافشه وحتى رافعه حاجبي وقال لي ايه ده حلو قوي الكيكه اللي عملتيها امبارح، هقفش وهجيب ناس تقفش اكتر يعني. انا مش بيكلم توتو صغنانه لا انا عادي، انا بيضحك عليا غير الموضوع اللي هو لا وبغيره بسذاجه اللي هو ايه، بقول لك عايزه اتكلم معاك تقول لي حلوه الكيكه ولا فستانك مع احنا نبقى ستريت يا ستي، انا بيضحك عليا في فروق فرديه، هو مش فاضي يخمن يعني زي ما انت كده، انا بيضحك عليا بقول لكم ايه تعالوا نروح لفاصل لما كنت بحل الاشكاليه دي ونرجع نكمل نفس الحكايه.